السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ الاخبار؟ اتمنى تكونوا بخير، اتمنى تكون الحلقات عجباكم وحاسين بالموضوع بشكل انترست ليكم ان شاء الله. احنا النهارده في بنشرح بنكمل سلسله بدانا فيها في السكالا اس دي ال سي. احنا بدانا في اول مره شرحنا الكريت المافن بروجكت، بعد كده دخلنا على ستاتيك اناليسيس تول وخلصناها، بعد كده ريبورتنج ازاي نادي ريبورتنج برضه خلصناه، وخلصنا اليميتنج بويلر بليت. النهارده هنشرح المافن ريليز استراتيجي. تمام. اول حاجه في المافن ريليز استراتيجي، طالما هنتكلم على ريليز يبقى احنا محتاجين سورس فيرجن كنترول سيستم. السورس فيرجن كنترول سيستم البوبولار كل الناس بتستخدم دلوقتي جيت، واكتر حاجه بوبولار في الجيت هي الجيت هاب، فاحنا قررنا ان احنا نستخدم جيت هاب. فاول خطوه معانا انك انت تكرييت جيت ريبو على جيت هاب، او لو عندك اوريدي جيت هاب ريبو كرييتد ممكن تكميت الكود عليها وتشتغل عليها. طيب، فاحنا اول خطوه عندنا هي كرييت جيت هاب ريبو. طبعا يعني احنا مش هنشرح ازاي تكريت جيت هاب ريبو، بس هي سيمبل. هتروح هنا كده مثلا، ده الجيت هاب بتاعي، كرييت نيو ريبو، احنا مش هنشرح دي، اوكي، وادي له اي اسم، ماشي. طيب، الخطوه الثانيه اللي هي كرييت جيت هاب بيرسونال ريبو، طيب بيرسونال تيكون توكن، اوكي. طيب، هنعمل ده ازاي؟ هروح كده على البروفايل بتاعي، هروح على السيتنجز، ماشي، هروح على الديفلوبر اوبشن، ديفلوبر سيتنج، سوري، ماشي، وفي الديفلوبر سيتنج هروح على بيرسونال اكسس توكن، بعد كده هقول جنريت نيو توكن، هيقول لي دخل باسورد، انا اوريدي مدخل باسورد جاهز. بعد كده مثلا هدي نوت، هدي للتوكن اسم، مثلا انا هسميه سكالا SDLC live demo مثلا. حلو، هدي له ايه الاكسس اللي محتاجينها؟ ايه الاكسس اللي محتاجينها يا احمد؟ محتاجين الريبو اكسس والرايت باكجز والريد باكجز. طيب، كل واحده ليه؟ الباكجز اوبشنز في الجيت هاب هي عباره عن الريبوزيتوري مانجمنت بتاعك او الريبوزيتوري سيستم بتاعك اللي فيها الترناتيفز كتير في الماركت، زي مثلا الجيفروج الاسم القديم، او الارتيفاكتوري الاسم الجديد، او النكسس مثلا. كل ديت الباكجز في الجيت هاب، كل دي اسامي مختلفه لنفس الحاجه اللي هي ريبوزيتوري مانجمنت سيستم. تمام، عشان التوكن ديت تستخدم الرايت اكسس والريد اكسس للباكجز هي محتاجه برضو الريبو ذات نفسها. تمام، فاحنا محتاجين ندي التوكن الاكسس على الحاجات دي عشان بعدين هنستخدمها ان احنا نطلع الارتيفاكت بتاعنا اللي هو جار في حاله التشايلد بروجكت، وفي حاله البيرنت اللي هي البوم اللي هو دي الارتيفاكت التاني نطلعهم في الباكجز بتوع الجيت هاب. طيب، انا هروح في الاخر اقول له جنريت توكن. طيب، اوكي، سكرول اب، مفكود دلوقتي. أيوة، ده التوكن. طبعا ما تشوفوش التوكن ده، بس همسحه بعد السيشن، محدش يحاول يكوبي التوكن بتاعي. والتوكن ده على فكره يعني وانس انك انت تريفرش البيج انت مش هتقدر تشوفه تاني، ما عندكش اي اوبشن انك انت تطلع عليه، فانت تكبيره وتستخدمه في المكان بتاعه ومش هتشوف، يعني مش هتشوفه تاني جوه الجيت هاب. لو عملت ريفرش البيج مش هتقدر تشوفه. طيب، تعالوا نرجع البرزنتيشن. انا عملت كوبي دلوقتي، نرجع البرزنتيشن ونعمل ايه؟ النقطة اللي بعدها هي ان احنا نكريت السيتنج دوت اكس ام ال. السيتنج دوت اكس ام ال دوت هيكون فيه السيرفر كريدنشلز بتاعه الجيت هاب اللي هي التوكن اللي احنا عملنا لها جنريشن، واليوزر نيم اللي هو الجيت هاب يوزر نيم بتاعك، وهيكون فيها الريبوز اللي انت محتاج تاكسس عليها. تمام. طيب، انا هفتح سيتنجز جاهزه مبدئيا، انا عملتها لوكال، ماشي، عشان بدل ما نقعد نكتبها مع بعض لاين باي لاين فنوفر وقت. بس السيتنج دي برضو انت مش محتاج يعني اكتبها معايا دلوقتي، انا كل الكود ده هنحطه على الجيت هاب ريبو بتاعنا، وهتلاقي في ريدمي كل التفاصيل، والسيتنجز دي حتى هنحط اكزامبل منها، اوكي. طيب، تعالوا نمسك السيتنجز دي بارت باي بارت. اولا ده اكس ام ال فايل، ماشي، بيبتدي بسيتنج وتقفل بسيتنجز، ده التاكس بتاعه. الاكتف بروفايل ده انا عندي هنا بروفايل مسميه جيت هاب، اوكي. جوه في بروفايلز، جوه البروفايل ده عامل بروفايل اسمه جيت هاب، جواه تو ريبوزيتوري دلوقتي. تمام، عاوزين ندي هنت عشان الهنت دي هتوجهنا قدام. الريبوزيتوريز المتعرفه هنا هي داون ستريم ريبوزيتوريز مش اب ستريم. يعني ايه داون ستريم ريبوزيتوري؟ يعني انت بتقرا منها مش بتطلع ليها،
يعني اللي احنا معرفينه هنا عشان نداونلود الارتيفاكتس من الجيت هاب ريبوس اللي متعرفه قدامنا، تمام؟ والبروفايل اللي احنا مكريتينه اسمه جيت هاب، وهو هو البروفايل الاكتف باي ديفولت هنا هوت. يعني ما ينفعش هنا تحط اي دي وتحط هنا اي دي مختلف، مش هيشتغل. لازم تحط الاي دي بتاع البروفايل هنا هو هو الاكتف بروفايل هنا هوت، تمام؟ طبعا شايفين فيتشر جديده النهارده، احنا بنستخدم فيجوال ستوديو كود عشان نعمل لايف شيرنج. زي ما انتم شايفين، شفتوا احمد بيكتب، ف انا مش بكتب انا، بس سيلكت. فانتوا شايفين انا بسيلكت فين بالظبط. دي فيتشر جديده ممكن تستخدموها. احنا انا شخصيا بستخدم انتليجا على طول، بس دي فيتشر جميله جدا في فيجوال ستوديو كود، عجبتنا، وهي مفيده لو انت بتعمل شير كود مع اي حد. ممكن انت قلنا بنتكلم عنها. وكمان عشان ناكد ان التول ملهاش اي قيمه، مش مهم انت تستخدم انتليجا كوميونيتي ولا التيميت ولا فيجوال كود ولا حتى تكست اديتور. نوت بيد بالظبط هتشتغل. طيب جوه ده عندنا ريبوزيتوريز. انت ممكن يبقى عندك واحد بس، انا عندي هنا اتنين. عندنا السكالا، السكالا ستارت اب بيرنت. احنا عاملين اي دي، عاملين بريفكس لجيت هاب، وحاطين ديسكريبشن. انا حاطه جيت هاب اللي هو جيت هاب جراج اديوكيشن سكالا ستارت اب بيرنت اباتشي مافن باكج. طيب لو رجعنا تاني للويب، انا بس هرجع للويب، انا هرجع للبروجكت هنا. ماشي هنا كده. اوكي طيب اهو احنا جينا كده المشروع. ثانيه واحده بيلود اهو. اوكي طيب انت لو جيت هنا شفت المشروع بتاعك اسمه ايه؟ انا هنا ده اليوزر نيم بتاعي اللي هو بتاع الجراج اديوكيشن، وده اسم المشروع. وبرضه ممكن تجيبه من كلون هنا، عملت كلون هتلاقي ممكن تاخده كوي بيست. تمام نرجع تاني، ده كده الجزء بتاع الجراج اديوكيشن وده الجزء بتاع المشروع. طب ايه اللي قبل كده؟ المفروض ان عندنا جيت هاب دوت كوم. تمام جيت هاب عامل، هو عامل فيتشر عنده ان هو بتقدر تهوست عنده المافن باكج، فانت هتحط قبليه مافن دوت باكج دوت جيت هاب. لو عندك بتستخدم حاجه تانية غير مافن، جيت هاب في الدوكيومنتيشن بتاعته بيقول لك الشكل بتاعها. يعني احنا مش مكريتين ريبو اسمه مافن دوت باكج، ده اوتوماتيك جيت هاب بيدنتيفاي الكلام ده هوت لما تبوش عليه. تمام نفس الكلام هنا، ده الساند بوكس بتاعنا، ده السكال ساند بوكس اللي شرحناه، يعني ده البيرنت وده التشايل. طبعا عندك اكتر من بروجكت، هتضيف اكتر من بروجكت. ايه بقى موضوع السيرفرز يا احمد؟ طيب طب انا هقول حاجه بس، انا عارف ان انت قلتها بس انا حابب يعني ااكد عليها، ان البريفكس دوت ده بيست براكتس. احنا عندنا ليه؟ انت ممكن في الشركه بتاعتك يبقى عندك اكتر من داون ستريم لنفس الريبو بتاعتك. يعني الريبو بتاعتك مثلا في شركات بتحب تطلع على مثلا نيكسس وتطلع على ارتيفاكتوري في نفس الوقت، فهنا بيعملوا بريفكس ان ده نيكسس وبيعملوا بريفكس هنا ان ده ارتيفاكتوري. ده اول جزء في البيست براكتس. الجزء الثاني في البيست براكتس ان بقيه الاي دي ده هو بيكون هو هو الريبوزيتوري نيم بتاعتك اللي هي دي، تمام؟ فدي برضو من البيست براكتس اللي احنا شفناها في الشركات. ودوت زي ما مصطفى قال ثابت، ودول عباره عن ايه؟ عباره عن الاورجنايزيشن او الجروب بتاع الجيت هاب بتاعك، جيت هاب، ودوت الريبوزيتوري بتاعت الجيت هاب بتاعتك. تمام نرجع تاني، نروح نتحرك للجزء بتاع السيرفرز. تمام السيرفرز ده بكل بساطه انت عشان تاكسس الباكجز، احنا عملنا جنريت للبيرسونال توكن. البيرسونال توكن ديت عشان تديك ريد اكسس ورايت اكسس على الجيت هاب ريبوز. يبقى انت محتاج تحط هنا اليوزر نيم والتوكن اللي انت عملتها جنريشن، تمام، للسيرفر اللي انت محتاج تاكسس عليه او اللوكيشن اللي انت محتاج تاكسس عليه. انت ما بتديش هنا اللوكيشن فول لوكيشن، بتدي اي دي. الاي دي ده ايدنتيكال للمكان اللي انت عاوزه. هنا جيت هاب سكالا ستارتر بيرنت، يبقى انت هتماتش لفوق للجيت هاب ستارتر بيرنت، وبالتالي الاي دي دوت او الكريدنشال دوت هو هو الكريدنشال ده. تمام في سؤال، ليه احنا هنا الانفورميشن عندنا دوبليكيتد مرتين؟ وممكن بالنسبه لك تحس ان هي حاجه مش منطقيه، لكن هي منطقيه جدا. هنا اليوز كيس بتاعتنا ان السكالا ستارتر بيرنت والسكالا ساند بوكس الاثنين هوستد على جيت هاب، بس تو ديفرنت ريبوز. ممكن يكونوا تو ديفرنت ريبوزيتوري مانجمنت سيستم، واحد هنا هوستد على جيت هاب واحد تاني على الارتيفاكتوري. فبالتالي كل ديفرنت يو ار ال انت بتعرفه، انت بتعرف له ديفرنت سيرفر كريدنشلز. تمام وطبعا زي ما انتم عارفين اليوزر نيم ده اليوزر بتاعك انت. يعني انا هنا زي ما نقول احنا، انا شغال انا واحمد على جراج اديوكيشن، صح؟ بس انا مش هدخل جراج اديوكيشن، انا بدخل اليوزر اللي ليه اكسس على الكلام ده هو. تمام وده التوكن اللي خدناه من شويه، عملت له بيست هنا.
بس خلصنا كده الحتة دي. ده التوكن بتاع نفس اليوزر نيم والتوكن بتوعي بتعمل الجيت هاب سكالا ستارت اب بيرن، وده بتاع السكالا ساند بوكس. كده احنا خلصنا موضوع سيتنج. السؤال التاني بقى، هحط السيتنجز فين؟ ده سؤال حلو. في اكتر من اوبشن. انا باي ديفولت هنا روحنا للشيل، شفنا الشيل هنا في الهوم عندي في حاجه اسمها يعني ده هنا مفروض عملنا ال اس ده كده الهوم، سوري ده كده الهوم. في هنا تحت الهوم في حاجه اسمها دوت ام 2 فولدر. تحت الام 2 فولدر المفروض هتلاقي السيتنجز دوت اكس ام ال. طيب لو انت في الويندوز، لو انت في الويندوز في تحت اليوزرز تحت يعني مثلا هتلاقي يوزرز اللي هي تحت السي مثلا او توصل ويندوز يوزرز دوت ام 2. لو انت في الماك تعمل يوزرز يعني اسم اليوزر في الويندوز، اليوزر اسم اليوزر بتاعك وبعدين دوت ام 2 بالظبط، هتحط دي سيتنجز دي جواها. طب في هل ده بس كده؟ لا، انا مثلا بشتغل ان تي جي عشان عندنا اكتر من سيتنجز زي ما احنا قايل، ممكن عندنا اكتر من بروفايل باتاتش، بخش على السيتنج وباتاتش السيتنجز دي في المشروع بتاعي. يعني ممكن يكون عندي اكتر من سيتنج لكل مشروع عشان السكيورتي. بالظبط. واخر حاجه، انت ممكن كمان لو انت بقى زي ما قلنا احنا مش فارقه معانا الايديتور اصلا، عن طريق الكوماند لاين تقول له داش اس سيتنجز دوت اكس ام ال او داش صح داش اس داش اس داش اس سيتنجز دوت اكس ام ال. فانت اصلا ممكن تحطها في اي حته وتقول داش اس سيتنجز اكس ام ال. احنا بس موضوع الحته دي ملهاش اي يعني، المكان مش مهم، بس انا بقول ديفولت تحت ام 2 انا بعمل كده. بس انت انا مثلا في شركتي عندنا اكتر من سيتنجز بحطها في كل مشروع. طيب نرجع بقى للبيرنت، احنا كله بس بنسيت السيتنجز بتاعتنا في المشروع، وضحنا ازاي نعملها. نروح بقى للبيرنت بوم دوت اكس ام ال. البيرنت بوم ما عملناش في اي حاجه خالص. هو احنا عندنا هنا الكوم دوت جيبيتو سكالا، وده الارتفاكت بتاعنا، ودي فيرجن 1.1 ده سناب شوت، وعندنا البوم. طيب ازاي نبدا المرحله اللي بعد كده؟ تعال نشوف البرزنتيشن بتقول ايه. طيب اد اس سي ام تاج تو مافن. عاوزين نفهم ايه الاس سي ام. الاس سي ام دوت اللي هو سورس كود كنترول مانجمنت سيستم، او سورس سورس كنترول مانجمنت سيستم. بس قول سورس كنترول فان سورس كونفيجريشن، الاثنين زي بعض، الاثنين زي بعض. سوفت وير كمان لو انت بصيت على الديفينيشنز هي لها 3 ديفينيشنز فعلا. تمام. بس هي غالبا يعني الاقرب للحقيقه او الاقرب للتطبيق العملي هو سورس سورس كنترول سورس كنترول مانجمنت سيستم. طيب السورس كنترول مانجمنت وظيفته ايه؟ وظيفته فقط يتعامل مع السورس كود، ما يتعاملش مع الارتيفاكتس. الارتيفاكتس اللي بيتعامل معاها حاجه تانية هنتعلمها كمان شويه اسمها الديستريبيوشن مانجمنت. لكن السورس كنترول مانجمنت دوت وظيفته فقط يتعامل مع السورس كنترول سيستم. طيب احنا دلوقتي او كمان شويه هنستخدم المافن ريليز بلجن عشان ريليز الكود. ريليزنج الكود هيتطلب خطوات هنشرحها بالتفصيل، من ضمنها انك تتعامل مع السورس كنترول، سواء جيت سواء اس في ان سواء ميركرال وات ايفر انت بتستخدم ايه. يبقى انت هتتصرف ازاي؟ لازم تست انت بتستخدم ايه اليو ار ال بتاع السورس كود بتاعك، وايه الديسكريبشن مثلا شورت ديسكريبشن، ولازم تعرفها اذروايز المافن ريليز بلجن هتفيل. تمام. طيب احنا دلوقتي الاس سي ام تاج، تعال نشوف ايه اصلا الاس سي ام تاج ده وبتحط فين. المفروض هنعمل ايه يا احمد؟ المفروض هنفتح اس سي ام تاج تحت ال تحت البروبرتيز او على القمه فوق الريدابل بالنسبه لك، نكتب اس سي ام. تمام. ونقفل التاج، وبعدين هنعرف اربع حاجات. تمام. الحاجه الاولى هنعرف الكونكشن اللي احنا بنكونكت عليه. تمام. تعال نعرفهم الاول بعدين نكتبهم بعدين. ماشي. طيب الحاجه الثانيه الديفلوبر كونكشن. الحاجة الثالثة الـ URL، والحاجة الرابعة التاج. انا عشان جديد لسه في الـ في الـ في الفيجوال ستوديو كود، فمش عارف هو بيكمل ازاي معي. اخر حاجة ايه؟ التاج صح؟ اها. اوكي. طيب حلو جدا. تعالى وبعدين لسه مقفولة. طيب التاج دي اسهل واحدة. التاج ديت اللي هو الـ SVN تاج او الـ Git تاج. احنا بنتكلم على Git فخلاص مش هنجيب سيرة اي سورس كنترول تاني. طيب التاج في السناب شوتس يعني طول ما انت شغال انت بتكميت على ايه؟ على الهيد اللي هو التوب من الجيت كوميتس بتاعتك. فيبقى احنا هنحط في التاج كلمه هيد كلها كابس. اوكي تمام. طيب اليو ار ال ده عباره عن ايه؟
اليو ار ال بتاع الجيت ريبو بتاعتك، هتروح للجيت هاب بروجكت وتكوبي اليو ار ال زي ما هو وتحطه في اليو ار ال ده كده هو. اه بالظبط تمام طيب كده نحطه كده هو صح كده بالظبط بالظبط. الشيء الديفلوبر كونكشن والكونكشن العادي هما هما، وهتحط الريبو ذات نفسها الجيت ريبو. ممكن احنا بما اننا هنستخدم HTTPS فهنستخدم نفس اليو ار ال، بس هنعمل SCM colon جيت colon صح كده، وال HTTPS connection بتاعنا لحد البيرنت وخلاص. دوت جيت سوري اوكي، لان ده اللوكيشن بتاع الجيت ريبو ذات نفسها مش اللوكيشن بتاع البروجكت ذات نفسه. والكونكشن والديفلوبر كونكشن هما اوكي انا تمام. بس كنت بفورمات اوكي. طيب احنا كده عملنا سيت للسورس كنترول مانجمنت، ناقصنا حاجه واحده بس اللي هي الاي دي، تقولها انت الاي دي البروجكت اس ام اي دي. اوكي ماشي، هنروح عند البروبرتيز، هنعمل هنعمل تاج سوري مش تاج هنعمل زي بروبرتيز هنسميها بروجكت اس ام اي دي. ايه بقى الاي دي ده؟ هجيبه منين؟ من settings.xml بالظبط. هو انا اروح هناك كده settings.xml واخد الاي دي اللي هو بتاع ثانيه واحده، احنا كنا حاطينه هنا عشان بس بدل ما اروح هناك افتحه، اروح على settings دي مثلا واروح على الجيت هاب سكالا ستارتر بيرنت هنا، وارجع تاني للجيت هاب هنا واقفل تمام عشان يكون فول سكرين. طيب تعالى نفهم الحته دي بالتفصيل. احنا اتفقنا ان السيرفر عشان نكون سوري ان الجيت هاب عشان نكونكت عليه محتاجين كريدنشال تمام. السورس كنترول مانجمنت سيستم محتاج الكريدنشال عشان يعمل جيت كوميت ويعمل جيت بوش على الجيت ريبو بتاعتك، وكمان الريليز بلوجن هتعمل برضو مافن ديبلوي عشان تديبلوي الارتيفاكت اللي انت تعمل لها ريليز للباكج مانجمنت سيستم بتاعك اللي هو بتاع الجيت هاب بتاعنا او الريبوزيتوري مانجمنت سيستم تمام. فعشان نكونكت محتاجين سيرفر كريدنشال. طب ما احنا اوريدي معرفين السيرفر كريدنشال فين؟ في السيتنج دوت اكس ام ال. فكل اللي محتاجينه نقول ان السيرفر كريدنشال بتاعتنا اللي في السيتنج دوت اكس ام ال اللي الاي دي بتاعها كذا اكس هي اللي احنا عاوزينها، وهي هي الاس سي ام اي دي اللي احنا محتاجينه. بس بكل بساطه نقطه بس هوضحها عشان بس حاجه، وانت بتسيرش اونلاين ممكن تلاقي طرق ثانيه عشان يسيت الطريقه دي. يعني احنا مش بنقول ان دي الطريقه الوحيده انك انت تسيت السيتنجز بيها، في طرق ثانيه في ناس بتعملها بطرق مختلفه، دي نقطه جانبيه يعني عشان شفتها في اكتر من URL. طيب المفروض ايه ثاني خطوه بعد كده؟ نجرب نديبلوي ولا نعمل حاجه ثانيه؟ طب نجرب بس عشان نشوف. طيب البرزنتيشن بتقول ايه؟ هو البرزنتيشن بتقول ايه؟ نرجع لها كده. طيب بعد عملنا الاس ام تاج المفروض نضيف الديستريبيوشن مانجمنت تاج ديت عشان الديبلوي. صح، الديبلوي ما كانش هيشتغل من غيرها. لازم نفرق ما بين الديستريبيوشن مانجمنت والسورس كنترول مانجمنت. الديستريبيوشن مانجمنت عشان نطلع الارتيفاكت للريبوزيتوري مانجمنت، السورس كنترول مانجمنت عشان نطلع السورس كود بتاعنا للفيرجن كنترول سيستم بتاعنا اللي هو الجيت تمام. فمحتاجين ايه؟ نضيف الديستريبيوشن مانجمنت. وزي ما احمد قال قبل كده كنا بنتكلم فيها قبل كده، اللي هي ان الفرق بين ديستريبيوشن وريبوزيتوري واحد اللي هي في السيتنج اللي عملناها. خلينا نشوفوا السينتاكس طب الاول اوكي عشان طيب. يتخيلوها أوكي. اكثر ديستريبيوشن ديستريبيوشن مانجمنت لا اعتقد كابس اوكي اعملها كلها كابس تف هسيرش لك اوكي مانجمنت خلينا نكتبها كده وبعد كده هعدلها كامل كيس ام كابيتال اوكي ماشي اوكي ديستريبيوشن مانجمنت الدي كابيتال والام كابيتال لا الام كابيتال بس كامل كيس اوكي وكوبي الريبو هي اللي موجوده في السيتنج دوت اكس ام ال بتاعتنا بتاعت الستارتر بيرنت اوكي ثانيه واحده اوكي المفروض دلوقتي ناخد طيب هنبقى فيها اكتر من تاج مفروض صح لا فيها ريبوزيتوري كوبي الريبوزيتوري اللي موجوده في السيتنج دوت اكس ام ال اوكي هاخدها زي ما هي ريبوزيتوري هنا هي لا كوبي ريبو دي بس كوبي ريبو التاج الريبو تاج اوكي هي دي الحته اللي مصطفى هيشرحها دلوقتي عشان هي حته تريكي ان انت عندك ريبوزيتوري جوه الريبوزيتوريز في السيتنج دوت اكس ام ال وعندك ريبوزيتوري جوه الديستريبيوشن مانجمنت. طب ايه الفرق؟ هو انا يعني الموضوع ده فعلا كان ملخبطني في فتره ما يعني، بس هي التوضيح بسيط جدا ان الريبوزيتوري اللي في السيتنجز ده للداونلود،
يعني عاوز داونلود اي حاجه من Artifacts. من ارتيفاكت، لكن الديستريبيوشن عشان ده عشان حتى من اسمها التوزيع، يعني عشان انت ابلود الابلود ارتيفاكت بتاعتها، فهي دي الفرق بينها. وزي ما قلنا السيتنجز دي اصلا كلها احنا اخدناها زي ما هي من هنا، ممكن بعد كده مانجر تحطهم بقى في بروفايل تاني بقى تدخلهم، بس احنا هنا حاطينها في نفس المشروع عندنا. طيب احنا كده حطينا هنا ايه الريبوزيتوري بتاعنا اللي احنا هنعمل عليه ابلود، صح كده؟ تمام. مش هنعدي اي حاجه تانية، نروح للتيرمينال ولا نروح للبرزنتيشن؟ تعال نشوف البرزنتيشن اول. طيب مافن ديبلوي، انا شايف ان قبل ما نروح للتيرمينال تعالوا نعرف ايه هي المافن ديبلوي اصلا. طيب ايه هي المافن ديبلوي؟ المافن ديبلوي هو عباره عن بلجن وظيفتها ان هي تاخد الارتيفاكت بتاعك اللي موجود في البروجكت او البروجكت هيطلعه بعد ما نعمل البيلد، تمام، ويوديه للباكج مانجمنت سيستم بتاعك اللي هو في الجيت هاب، جيت هاب باكجز لكن او ريبوزيتوري مانجمنت بصفه عامه، تمام. عشان نتخيل الفكره ديت او نشرحها، فاكرين الاكسكيوشن لايف سايكل بتاعت المره اللي فاتت لما احنا كنا بنعمل مافن فيريفاي؟ كان بيقعد يكسكيوت البلجن لحد ما يطلع الجار بتاعك، سوري، لغايه ما يوصل انستول. احنا في الستارتر كنا بنعمل انستول، بس انا بدات بالفيريفاي. الفيريفاي بيطلع الباكج بتاعك عن يعني في في التارجت بتاعك، بعدين الانستول احنا قلنا بياخده يحطه في اللوكال دوت ام 2 فولدر. الديبلوي بياخد اللوكال دوت ام 2 فولدر يوديها للريموت ريبوزيتوري، تمام. فتعالى نتخيل الموضوع كده بكل بساطه، دوت اللوكال تمام دوت ام 2 بتستخدم هنا مافن ديبلوي، فبيوديها على الريموت دوت ام 2. الريموت دوت ام 2 ده احنا في الكيس بتاعتنا موجود في الجيت هاب، ده موجود في اللوكال في الجهاز بتاعك. طيب المافن ديبلوي ما بتعملش حاجه اكتر من كده، بس المافن ديبلوي دي مهمه لان المافن ريليس بلجن بتستخدم المافن ديبلوي. بتستخدمها في ايه؟ ان هي تودي الارتيفاكت بتاعك برضو في الريموت دوت ام 2 فولدر، بس تودي انهو ارتيفاكت؟ بتودي ريليس ذا ارتيفاكت، وهنفهم ايه ريليس ذا ارتيفاكت دلوقتي كمان دقيقه. طيب حابين نضيف حاجه ثانيه ولا لو طب ايه لو انت عندك المافن ديبلوي بتاخد الاوتبوت وتوديه زي ما هو، طب افرض الاوتبوت ده او طلع مثلا جار او بوم وفي نفس الفيرجن دي موجوده هناك، ايه اللي بيحصل؟ مافن هتعمل ايه؟ هتحطه بنيو تايم ستامب بنفس الفيرجن، يعني عندي 1.1 وعملت ديبلوي وجيت 1.1 ثاني بنفس الفيرجن، عملتها فيكس مثلا ولا حاجه، عملت فيكس صغير فيها باج مثلا وعايز نفس الفيرجن وعملتها بوش، ايه اللي هيحصل؟ هنلاقي 1.1 وهنلاقي كده في الاخر تايم ستامب يعني اضافي، والمافن باي ديفولت بالديفولت سيتنج بتاعته بياخد الليتست. فدي ميزه حلوه جدا من ضمن مميزات مافن ديبلوي، بس هي بتطلع نفس الفيرجن، ركز معايا، نفس الفيرجن بس تايم ستامب مختلفه بالظبط، وهنشوفها في الجيت هاب باكجز لما نعمل ديبلوي دلوقتي اكتر من مره. طيب نتطرق للريليز ولا نخليها؟ ممكن ساعه تمليك عند ريليز، بس احنا ممكن نقوله ان اللي بيودي للام 2 ده هو انستول، يعني لو جينا كده عندها سهم بيدخل للام 2 ده هو يبقى سهم الانستول. صح، دي فكره حلوه، يعني ممكن احنا اللون مختلف كده، وجينا حاولنا ان احنا نشوف مع بعض اللون مثلا ايه، يعني الجار او البوم راح منين للام 2، راح من التارجت وده ام 2، ده وظيفه الانستول شرحناها قبل كده، صح كده بقى الدنيا اعتقد كلير، الانستول بيعمل ايه والديبلوي بيعمل ايه، لسه كناش على الريليز. تمام. طيب تعال نشوف طيب الكلام ده في التيرمينال. طيب هنروح على البروجكت بتاعنا، هنفتح التيرمينال، هنروح التيرمينال هنا ونكبر الخط، اتمنى يكون التيرمينال واضح، الخط يكون واضح. طيب هنعمل ايه هنا؟ طيب هنرن المافن ديبلوي. مفروض المافن ديبلوي هيعمل ايه؟ هياخد الاوتبوت اللي هو البي او ام عندنا اللي احنا قايلين الباكج بتاعنا هنا بي او ام، وهيوديه على الاتفاك. هنا بص هنا بيعمل ايه؟ ثانيه واحده بس، هو خلص كده سكسيد، تعالوا نشوف هنا بيعمل ايه. احنا ايه الحاجه الجديده اللي عملناها مافن ديبلوي؟ ملحوظه ان الديبلوي هي موجوده اوريدي في المافن، مش محتاج تضيف، يعني انت ممكن تخش على مافن ريبوزيتوري برضه وتحطها از بارت من البلجن ساعتك، بس هي موجوده باي ديفولت. لو انت حابب توفررايد الديفولت كونفيجريشن وتخليها بيرمننت كونفيجريشن للبروجكت بتاعك، دخلها في البوم فايل بتاعك وحط الكونفيجريشن اللي انت عاوزها،
لكن لو انت عاوز تستخدم الديفولت كونفيجريشن يبقى استخدمها من التيرمينال على طول، مش محتاج تضيفها في البوم. ولو انت عاوز تعمل وان تايم اوفررايد للكونفيجريشن ممكن تيوزر الكوماند لاين، مش محتاج انك انت تضيفها في البوم خالص، عشان كده احنا استخدمناها على طول. بالظبط، احنا عندنا في البروجكت ده ما عندناش سبيشال ريكويرمنت في الديبلويمنت. طيب احنا لو شفنا هنا هو في داونلود الميتا داتا، بعد ما عمل داونلود الميتا داتا راح هنا على الابلود وزود يعني خد بالك ما عملش ابديت للفيرجن، هو قام زود عليها تايم ستامب لانها موجوده هناك. طيب لو رجعنا ممكن دلوقتي اروح ابص على ال طيب تعالوا نروح على فايرفوكس نشوفها هناك اوكي، او نشوفها على جيت هاب. لو دوسنا باكجز كده حلو هنلاقي ان احنا عندنا اكتر من فيرجن، هنروح عند اللي هي كومدو كابيلتي سكالا اوكي، بعد كده نروح على كومدو كابيلتي سكالا هلاقي الفيرجن دي وهلاقي هنا الاسيتس بتاعتها اوكي، ده اللي هو الاسيتس بتاعنا. لو جينا شفنا هنا هنلاقي هنا في تو فيرجنز، لو جينا هنا للكود للسيتنج انا بس عايز اسيلكت على دي كده اهو، هنا اشوف ايه اخرها 2-36 فنروح هنا نلاقي 2-36 بالظبط. هو في واحده قبل كده مرفوعه، فهو هتلاقي البتاع ده اهو هتلاقي اكتر من واحده، ما هو انت بتيجي تسلكت هيجيب لك الليتست فيرجن على طول اوتوماتيك صح كده؟ بالظبط. يعني انت بتيجي تنستول هتاخد ده بس. بالظبط، هو الفيرجن ده بيتكرييت وانس انك انت بتديبلوي الارتيفاكت فور ذا فيرست تايم، يعني اول مره تديبلوي فيرجن 1.1 داش سناب شوت هيكرييت السناب شوت فيرجن ال 1.1 سناب شوت فيرجن. كل مره تديبلوي نفس الارتيفاكت بيزود زي ما مصطفى قال تايم ستام، ويبقى هي عندك في الليتست. ولما تعمل مافن انستول مثلا او سوري يعني مافن انستول في التشايلد هو بيروح يفتش الليتست من الارتيفاكت دوت. طيب تعال ناخد موتيفيشن كده لحاجه، انا دلوقتي عملت ابديت في البوم فايل ده ما اعرفش هو ايه، بس يعني هحط اي حاجه هعمل نيو لاين كده حلو، فانا عايز اريليز نيو فيرجن، فهعمل ايه؟ هروح كده مانيوال بايدي من غير اي تول واعمل كده 1.2 مثلا حلو، وهرجع تاني هرجع تاني الشيل واقول له ديبلوي ده. طيب تفتكروا ان احنا في الشركه او يعني بنيجي نشتغل في مشاريع هنقعد كل مره بايدينا ديبلوي ده، وان كان في ناس بتعمل كده بس احنا مش يعني مش الهدف في كده، احنا بنقول ان دي مش منطقيه صح؟ طيب وفقدنا التاج بتاع الريليز ذات نفسه. طيب تعالوا نرجع نشوف كده ال انا جاتني هنا الباكجز انا جات هنا الباكجز ونرجع لهنا اهي اخر واحده 1.2 هنا المفروض اخر واحده 1.2 دي الليتست وملهاش بريفيوس فيرجن. طبعا لو عملت بوش تاني هلاقي اكتر من فيرجن، بس تخيلوا بقى هل الناس بيجي تريليز نيو فيرجنز بقى، احنا اكيد الناس شغاله المافن ريليز عباره عن بلجن زي كل حاجه في المافن، زي المافن ديبلوي وزي المافن كومبايل وزي كل حاجه، وظيفتها ان هي تريليز الارتيفاكت بتاعك والكود بتاعك تريليزه على في اللوكل في البرودكشن في السورس فيرجن كنترول على حسب انت ما هتعمل لها كونفيجريشن وعلى حسب ما انت هتحدد ريليز لايف سايكل والمافن ريليز استراتيجي بتاعتك. واحنا هنحدد كمان شويه ريليز مافن استراتيجي اللي احنا هنشتغل عليها في الديمو ده هو. طيب تعالى نفهم المافن ريليز دي بتعمل ايه ووظيفتها ايه. طيب احنا هنعمل هنا مثلا اللي هو الريليز مافن، تعالى نفهم ايه الخطوات اللي المافن ريليز بتعملها. اول خطوه بتعمل ايه؟ بتشيل كلمه سناب شوت اللي موجوده في الفيرجن ويبقى الفيرجن من غير سناب شوت. يبقى اول حاجه بتعملها بتريموف او رينيم، كانها بترنيم فعليا كانها بترنيم بس هي ريموف سناب شوت. السناب شوت سافكس، يعني لو انت عندك فيرجن 1.2 داش سناب شوت هيتحول ل 1.2 بس تمام. تاني حاجه بتعمل كوميت للتشينجز اللي هي عملتها، دلوقتي غيرت البوم فايل بتاعك، البوم دوت اكس ام ال بتاعك اتغير، يبقى هي لازم تعمل كوميت تمام للبوم دوت اكس ام ال بعد التغيير بتاعه تمام. دي تاني نقطه. تالت نقطه بتعمل تاج للكوميت ده هوت للريليز كوميت. فاكرين لما كنا في الكود عندنا تاج حاطينه هيد اللي هو على الليتست وقلنا ان التاج ده بنستخدمه في ريليز؟ طيب الحته دي هي اللي هنعمل فيها نقطه، هو اللي بيعمله فعليا المافن ريليز، هتشيل كلمه هيد دي وهنشوفها مع بعض وتخليها
اللي هي الفيرجن اللي حاطينها هي 1.2 في الكيس ده هي مثلا. طيب دلوقتي حصل دلوقتي الجزء الاول من الريليزنج استراتيجي او الريليزنج بلان اللي اسمها بالظبط اسمها ريليز بريبير، يعني كل الخطوات ديت ممكن تمام. كده على جنب سميها انا سميها ريليز بريبير. طيب انا عاوز اعمل بقى خطوه الريليز ذات نفسها، يبقى رقم 4 بيحصل ايه؟ بيحصل دلوقتي مافن ديبلوي اللي استخدمناه من شويه، هي بقت بارت من الريليز بتاعتي. يعني احنا لو عندنا دلوقتي ممكن احمد لو خططنا كده كنا حطينا هناك عند الديبلوي دايركت، هي بقى مستخدمه كبارت من الريليز او الاستراتيجي بتاعتنا بالظبط. طيب احنا دلوقتي عملنا اول خطوه في البرفورمنج ريليز ذات نفسه، طب تاني خطوه ايه؟ ان انا انكريمنت الفيرجن اللي انا شغال عليه للنكست فيرجن للنكست سناب شوت فيرجن. يبقى انا هعمل دلوقتي انكريمنت فيرجن. طيب احنا دلوقتي كنا شغالين على 1.2 يبقى هيبقى سناب شوت هتبقى 1.3 سناب شوت بالظبط. طيب الخطوه رقم 6 هتبقى ايه؟ الخطوه رقم 6 ان هي هتعمل تعمل تشينج تاني هتاج بقى هتاج تشينج ال 1.2 اللي كنا عاملينها للهيد تاني، هتشينج الاس ام الاس ام تاج بالظبط من ال 1.2 للهيد. دلوقتي بقى على الليتست دلوقتي بعد ما عملنا انكريمنت للفيرجن. طيب النقطه رقم 7 والاخيره هتكميت اللي تشينجز بتاعت البوم دوت اكس ام. طيب كل الخطوات دي تحت بند ايه؟ تحت بند الريليز بيرفورم. طبعا هو ده كوماند واحد انت بتعمله بيعمل كل ده، بس احنا بنحاول نفصص مع بعض ايه اللي بيحصل يعني في الكوماند. طيب احنا كده تقريبا فهمنا نظري كل اللي ريليز المافن ريليز بلجن بتعمله، وفاهمين المافن ديبلوي بلجن تعمله. طب تعالى بقى نصيغ الخطوات اللي انت بتعمل بيها ريليزنج او ريليز استراتيجي. تمام انا سكرول داون كده شويه وهنحاول نعيد الرسمه تاني ممكن بلون مختلف بالابيض. طيب تعالى دلوقتي نحط ريليز استراتيجي مع بعضينا لللوكال ديفلوبمنت اللي احنا حددناه. احنا لسه لحد دلوقتي ما عندناش كونتينوس انتجريشن وكونتينوس ديليفري، كل حاجه بنتعلمها بنتعلمها بالكوماند لاين عشان لما ناخد الكونتينوس انتجريشن والكونتينوس ديليفري هنأوتوميت كل البروسيس ديت، بدل ما تحصل لوكال هتحصل في الجيت هاب اكشنز ان شاء الله. وكمان احنا دلوقتي في الحته دي احنا عندنا وان برانش بس، احنا بنبوش دايركت على الماستر بالظبط، فاحنا ما عندي يعني كل حاجه بنعملها هي بيزد على الماستر برانش بالظبط. طيب طول ما انت شغال ديلي اكتيفيتيز بتكميت الكود بتاعك وتبوش الكود بتاعك، كل المفروض ما تعمل كوميت جديد المفروض تعمل ديبلوي للسناب شوت فيرجن. يبقى احنا تعالى نشتغل، انت دلوقتي مثلا عملت هنا عملت شويه تشينجز تمام، بعد التشينجز دي اللي انت عملتها بتعمل لها كوميت خلاص. لما تعمل لها كوميت الجيت دلوقتي اوير بيها اوير بالتشينجز بتاعتك، عاوز دلوقتي تطلع التشينجز بتاعتك از ارتيفاكت. انت كده عملت ريليز للسورس كود بتاعك لان انت عملت كوميت، ممكن نقول كمان كوميت وبوش مفيش مشكله. يبقى انت عملت ريليز للكود بتاعك بس انت ما عملتش ريليز للارتيفاكت. طالما بتشتغل على تشينجز ديت على الديفلوبمنت تشينجز، هنكتب هنا ديفلوب تمام، يبقى انت هتعمل ايه؟ تعمل ديبلوي. ليه؟ عشان تريليز الارتيفاكت بتاع او مش تريليز سوري، عشان تطلع الارتيفاكت بتاعتك من اللوكال دوت ام 2 للريموت دوت ام 2. يبقى انت هنا سو ديبلوي بيحصل من اللوكال بالظبط، يعني كل ده لوكال يعني هو مش من الجيت عشان بس السهم ما صح. هو اللي تشينجز بتحصل طب تعالى نعملها بفكره احلى، ليه نعملها كده؟ تعالى نغيرها تعالى نقول انك انت نفس التشينجز اللي انت عملت لها بوش وكوميت انت بتعملها هنا ديبلوي صح. طيب خلاص انت كده ساتيسفايد بالشغل اللي انت عملته وخلاص وقررت انك انت تريليز الارتيفاكت بتاعتك. انا خلاص انا ساتيسفايد فيرجن 1 خلاص عندي، وده انا ساتيسفايد بالتشينجز دي، انا قررت اعمل ريليز. احنا ستيل لوكال احنا وشغالين برانش واحد،
هتعمل ايه؟ هتيجي تعمل على طول ريليس. حلو. وريليس هي جواها ديبلوي، بس الفرق ما بين ريليس وديبلوي، ان ديبلوي هتاخد السناب شوت زي ما هي وهتوديها لك هناك، مش تعمل اي ابديت فيها ولا اي حاجه بالزبط. لكن ريليس هتعدل في الفيرجن وتدي وتحط وتشيل سناب شوت، وزي ما احنا القصه دي كلها. فريليس هي انترنال جواها ديبلوي، بس دي ريليس بتعملها لما تحس ان انت خلاص عايز ريليس الحاجه دي، دي ستيبل ان هي تطلع فور ريليس مش سناب شوت فيرجن. حاجه تانية، انت شغال وان برانش استراتيجي، انت شغال على الديفلوب برانش بس، لان احنا ممكن بعد كده نشرح مالتي برانش استراتيجي. لو عندك ريليس برانش، لو عندك ستيجنج برانش، بتشتغل بريليس كانديديت استراتيجي، ما تتخضوش، احنا ممكن نشرح الحاجات دي ايه بعدين. بالظبط. احنا حته عشان بس حته توضح، انت ممكن لو عندك 3 برانشز وبتطلع بتعمل ريليس سايكل مثلا منهم، بيبقى عندك استراتيجي مختلفه، بيبقى مثلا بين كل برانش وبرانش، او كل ميرج بين كل برانش وبرانش، بيبقى في فيرجن مختلفه. بس مش عايزين نخش في حته دلوقتي عشان ما يحصلش لخبطه، خلينا نفكر ازاي نريليز فروم وان برانش بس. طيب انا هزود هنا اهوت على الرسمه بتاعتنا توضيح ان هنا انت بتعمل ايه. دوت انت بتشتغل هنا على الكود، بتريليز الكود، تمام؟ هنا بتريليز ارتيفاكت، تمام؟ بس الارتيفاكت بتاع الديبلوي النوع بتاعه ايه؟ سناب شوت، مش بتريليز حاجه تانية. طيب هنا بتريليز ايه؟ برضو ارتيفاكت، تمام؟ وي كود المافن ريليز بلجن بتعمل الاثنين، بتعمل الاثنين عن طريق ايه؟ هنا عن طريق الاس سي ام، وهنا عن طريق الديستريبيوشن مانجمنت. وبتطلع ايه؟ دي بتطلع حاجه واحده بس، بتطلع ريليز، تمام؟ طلع لي ريليز زي الاكزامبل اللي احنا عملناه فوق. يعني لو هنا لو احنا عندنا، خلينا بلون تاني مثلا، خلينا لون نرجع اصفر، في ناس بتحب الاصفر. الارتيفاكت دوت مثلا هيبقى مثلا 1.2 داش سناب شوت اللي انت شغال عليه، تمام؟ ده هنا هتريليز ايه؟ هتريليز 1.2 خلاص. وهتحضر لك هنا بعد كده التشينجز بتاعتك، يعني الداون ستريم بتاعها 1.3 سناب شوت. صح. ارجو تكون واضحه. ممكن تهايلايت كده الاوت بوت بتاع كل خانه ونعيدها تاني بقى سريع كده بسرعه نريكاب مع الشباب. نهايلايت ان احنا الجيت بيعدي في كود زي ما احمد حطها كده، وبعد كده الديبلوي بتاوبوت اللي هي الارتيفاكت. حلو. وهنا ريليز بتاوبوت ارتيفاكت وكود، وزي ما قلنا عن طريق الديستريبيوشن مانجمنت واس سي ام، وبتطلع لك ريليز كانديديت بتاعك اللي هو من غير سناب شوت، وبترجع لك ابديت في الفيرجن لوكال لداش سناب شوت. بالظبط. يبقى انت لما هتيجي تبدا دلوقتي ديفلوبمنت تعمل تشين، يعني انت لما هتيجي يعني بص ريبيت لوب. طيب في سؤال هنا، لو انا كديفلوبر، انا واحمد شغالين على نفس المشروع، خد بالك، وانا عملت ريليز، احمد لو جه عمل بول، ايه اللي هيحصل عنده؟ هيلاقي ايه اللي حاصل، ايه اللي تشينج عنده؟ بغض النظر عن التشينج اللي عملتها، هيلاقي ان الفيرجن نفسها اخذت ال 1.3 داش سناب شوت. بالظبط. حتى لو انت نفس الديفلوبر، لو انت بقى اللي قلنا بنتكلم على السي اي سي دي وعملت ريليز وما بتابدتش الفيرجن لوكال، زي ما احنا بنتكلم على لوكال، خد بالك لوكال، ليتا قلنا ما هتعمل السي اي سي دي هيتابدت على الجيت ريبو، فانت بتيجي لازم كل مره بعد ما تعمل ريليز لازم ايه؟ تبول. صح. عشان تلاقي فيرجن اتغيرت عندك لوكال. وملحوظه ثانيه وممكن تستها دلوقتي قدامكم، ان لو عندك اي تشينج قبل ما تقول المافن ريليز بلجن، المافن ريليز بلجن هتفيل. ما ينفعش يكون عندك ان كوميتد تشينجز، اي تشينجز لازم تكون كوميتد قبل المافن ريليز بلجن ما تشتغل. وده منطقي. لو رجعنا تاني نفهم كده، نشوف الخطوات بتاعه المافن ريليز بلجن، ان اول حاجه هي بتعمل تشينج اهي، بتعمل ريموف، تمام؟ بقى دي اول خطوه بتعملها، وبعدين بتكميت الخطوه دي هتفيل لو في لوكال تشينجز. انا هعمل كده، ده جيت كونسبت اصلا، يعني ده اصلا مش ده عشان بس نكون موضحين، ده جيت كونسبت، ما ينفعش انك تكميت على حاجه واصلا هي ما فيش تشينجز هنا، فدي حاجه تانية مختلفه، عشان التشينجز دي كده هيحصل لها اوفر رايت. صح. بالظبط. اي لا هو بالظبط، يعني المفروض تعملها ميرجنج، المفروض ميرجنج. صح. او تستاشر. وما تستخدمش ريسيت هارد. بالمره يعني. طيب خلاص تعالى نموف، نوقف. طيب. الحاجات دي اعتقد الجزء ده كده واضح. تعالوا نروح بقى للجزء الكود، بس الحته اللي فاتت دي، يعني احنا هنأوبوت الرسمه دي ونحطها من ضمن الارتفاكت او الريسورس بتاعتنا في الدوكيومنتيشن عشان تشوفوها، وهنحاول نحطها بشكل اللي ممكن يكون افضل من كده، وهي مش واضحه ان شاء الله. نرجع للكود بقى. طيب احنا هنا، صح، احنا هنا في البيرنت، احنا عايزين نعمل ايه دلوقتي؟
طيب احنا في البيرنت احنا جربنا المافن ديبلوي، عاوزين ان الاول احنا نتشيك جيت ستيتس نشوف فيه عندنا لوكال تشينجز ولا لا. جيت ستيتس احنا عندنا لوكال تشينجز. تحب نفيلر؟ تعال نفيلر. طيب نفيلر نفيلر. طيب نقول له مافن مافن داش بي. طيب ايه داش بي دي؟ عبال ما انت تكتب اوكي ريليس بريبير ريليس بيرفورم. داش بي ده اللي هو الباتش مود. تمام الباتش مود دوت بيديسيبل اليوزر انتراكشن، يعني المفروض انت ما تدخلش اي حاجه بايدك، هو المافن يتعامل مع نفسه. وبيديسيبل برضو بعض الحاجات في اللوجينج، وبيديسيبل الكالرينج لان هو معتمد ان الكوماند دوت المفروض يترن على سيرفر. احنا بنسيموليت دلوقتي ان احنا بنريليز على سيرفر بس احنا شغالين من لوكال. طبعا المفروض 90% ما حدش يشتغل من انه يريليز من لوكال ويديبلوي من لوكال والكلام ده، المفروض يكون عندنا سي اي سي دي، ده اللي انا هشرحه الحلقه الجايه، ولكن جاست ان كيس هو ده الطريقه اللي المفروض تشتغل بيها لوكالي. استنى الحلقه الجايه. طيب دلوقتي انا عملت الخطوتين اللي احنا قلناهم في الرسمه اللي فاتت، ريليز البريبير والبرفورم للريليز. اوكي طب هدوس انتر دلوقتي على طول يفيل ويقول لي ان في لوكال موديفيكيشن وان احنا لازم نعملها كوميت دلوقتي. المفروض يفيل. ايوه ال ايه اهو قال كان نوت بريبير ذا ريليز بيكوز يو هاف لوكال موديفيكيشن. بالظبط ودي أوه. الخطوه اللي احنا قلنا هتفيل في الخطوه رقم 2. طب انا عامل جيت انا مفروض جيت اد اقول كنت عامل جيت اد للفايل بس ما علينا. هقول له هنا كوميت ماشي داش ام هقول اد اس سي ام اند ديس distribution management for parent. اوكي طيب تعالوا بقى دلوقتي احنا كده خلاص. طبعا الايكونز دي عشان انا مستخدم اللي هي ZSH plugin. طيب هو انا اخده دي معناها خلاص ان كل حاجه كوميتد كده، بس هو بيقول لي ان انا عندي اربع كوميتس عايزين يحصلهم بوش، بس دي حاجه تانية. احنا دلوقتي هنعمل ايه؟ مش لازم تبوش، مش ريكويرمنت للمافن ريليز بلجن انها تشتغل انك تبوش. والخطوات اللي احنا شرحناها كلها مفيش جيت بوش خالص، في جيت كوميت، في ديبلوي للارتيفاكت بس ما فيهاش بوش. البوش ما بيحصلش عن طريق المافن ريليز بلجن الا لو انت عملت كونفيجر للمافن ريليز بلجن ان هي تبوش الكود افتر ات فينيش. طيب تعالوا دلوقتي نعمل ايه؟ نعمل نرن الكوماند. طيب هنشوف هيحصل ايه. احنا اكسبكتين تشتغل بشكل سموث. طيب احنا الفيرجن اللي احنا شغالين اللي احنا عملنا له ديبلوي لو فاكرين 1.2 داش سناب شوت. طيب ايه اللي هيحصل؟ ايه اللي هيحصل؟ هو انا كنت عايز اقولهم بس جريت مني فهتخلص. انت ممكن مينيمايز التيرمينال حاجه بسيطه، هو مش هيتقفل خالص، وهم اوريهم البوم فيرجن كام. بصوا شفتوها اتغير دلوقتي في لحظه، وقفوا الفيديو ورجعوه. ما لحقتش استنى ولسه طبعا لسه ما عملش الديبلوي، هو دلوقتي هيبدا يعمل الديبلوي جول. تمام او هو خلص الديبلوي جول اصلا، هو دلوقتي بيبيلد السناب شوت الجديده ال 1.3. هنرجع نشوف اللوكس مع بعض بس دلوقتي. طيب هو دلوقتي عمل ايه؟ لا سوري ده ما كانش عمل ابلود، دلوقتي عمل ابلود خلاص. هو خلص، هو غير دي ال 1.3 سناب شوت. المفروض ان هو في النص بيغير التاج ده، بس احنا هنبص عليه هنا في ال ما لحقناش نشوفه. لا كبر بالقرب. اوكي تعال نكبر في القرب. اوكي طيب احنا محتاجين نرجع، بس هنحاول نختصر عشان احنا قعدنا في اللوج ده يبقى طويل كده، بس نحاول نوصل لايه للكونسبت بتاعه. هو عمل ايه في الاول؟ طبعا في حته كده مهمه قبل ما نبدا، انتوا عارفين ان الجولز ديبندنت، يعني انا لو عملت دلوقتي اصلا ديبلوي اصلا قبل حتى ريليز بالظبط الديبلوي اوريدي بيرن اللي هي الفيزز اللي قبله. صح وده نفس كان بيحصل هنا، يعني هو بقى هينستول وهيرن كل الخطوات اللي قبلها. طيب اول حاجه وهنا بيقول بيلدينج السناب شوت ماشي اللي هو الفيرجن بتاعتنا. بعد كده هنا هنلاقي لما بدا يعمل اك بيلدينج ايه 1.2 بس شال منها السناب شوت هنا. بالظبط لما لو لاحظنا هو عامل هنا بصوا ignore changes لوك نوتيفيكيشن. هو هنا هو بيكاري، خلينا اقول الحته دي اللي هو ignoring changing ده عباره عن ايه. هو بيكاري كذا بوم فايل عشان يحتفظ بالستيت البريفيوس ستيت والكرنت ستيت والنكست ستيت، بس ده شغل المافن المفروض احنا ما بنطلعش عليه، بس احنا بنوريكم ان هو ازاي بيبريبير الريليز. هو فعلا يعني انت شفت اصلا لو انت بتراك الفولدر هتلاقي انه بيكاري البومب اكس ام ال ريز باك اب والنكست والتاج والبرانش كل الكلام ده هو بيكاريته اصلا ماشي.
وهنلاقي هنا لو لاحظين هنا المافن ريليز البريبير ستيج ماشي، وهنلاقي هنا اس سي ام تشيكينج موديفيكيشن ماشي. بعد كده هنا هنلاقي اهو بيجنور التشنجز دي. تعال نسكرول، تعال اوكي حاضر اوكي. هو هنا بيعمل بيتشيك الجيت وبيتشيك الهيستوري، بس ده مش ده اللي احنا عاوزين نفوكس عليه. تعال نفوكس على الخطوات اللي احنا شرحناها في الرسمه. طيب هو اول حاجه بيعمل بيبيلد البروجكت على 1.2 طبعا قبل ما يعمل اي اكشن. عمل كل دي كلها الستيجز شرحناها قبل كده، مفيش اي جديد هنا لغايه دلوقتي. بس بيلد سكسس، يبقى انا كده جاهز. البيلد سكسس ديت اللي قدامنا ده معناه ان هو عمل سكسسفولي بيلد فيرجن 1.2، يبقى هو ده الفيرجن ده جاهز ان هو يريليز. لو البيلد ده فيل الريليز هيفيل، مش هيعمل ريليز. نبدا بقى هنا الموديفيكيشنز اللي احنا شرحناها. طيب هو هنا بيبدا يتشيك الموديفيكيشن اللي حصلت في اللي حصلت في البوم ماشي. هو انا بقول جيت اد البوم بعد كده اها ماشي، بقى شوت اوف ليفل كل ده كلام بتاع جيت. بعد كده هنا الحته اللي هي بتاعت ال اللي هو بيسيت السيمبوليك ريفرنس في الاس سي ام الهيد. بعد كده تاجنج اهي، تاجنج ريليز ويز ليبل اللي هو 1.2. بعد كده هنا الكوميت 1.2 ماشي. ثانيه واحده خلاص، هو كده حضر، هو تقريبا كده حضر خلاص. في بعد كده هنا لا هنسكرول شويه اكتر اعتقد لحد الاكسكيوشن المافن ريليز بلاج ان بيرفورم بالظبط اهو. طيب واخدين بالكم هنا ان هو شايفين هنا مصطفى عليا ده اللي هو اليوزر نيم بتاعي، هو واخد هنا المفروض الباسورد او التوكن، مش الباسورد التوكن. انتوا واخدين بالكم من الحته دي، بس انا كنت عايز اوضحها عشان هو اخدها من منين من السيتنجز. اوكي نيجي بقى للخطوه او المرحله اللي بعدها المافن ريليز بيرفورم. طيب ريليز بيرفورم بيعمل ايه جوه هنا؟ المفروض دلوقتي ان هو هيبدا يتشيك اوت ويعمل بوش للارتيفاكت تارجت. هيبرفورم كل الحاجات اللي هو عمل لها بريباريشن فوق. اللي فوق ده عباره عن زي دراي ران، هو بيجرب هل الحاجات دي لو نفذتها هتنجح ولا مش هتنجح. لو كل حاجه نجحت في البرفورم هيبرفورم الكلام ده، لو فشل هيرول باك كل اللي هو عمله. تمام. ومن ضمن الحاجات اللي بيعملها هنا اكسكيوتنج جول ديبلوي اللي هي بار اللي هي مافن ديبلوي اللي هي بارت من الديبلويمنت. شوت وارنينج كده احنا اوريدي هنصلحهم يعني، بس مش دي النقطه بتاعتنا. هو مش لازم يصلحوا، بس مش لازم يصلحوا بالظبط، احنا مش هدفنا نصلحهم. ماشي ديبلوي ده كله بيديبلوي. ديبلوي بكل بعض الكومبايليشن اعتقد تاني. لا طبعا لازم يكومبايل كل حاجه كده هنا اهي. هو انستول كده ديبلوي. تمام. طيب هو فكره الانستوليشن او ان هو ليه بيران كل حاجه مره ثانيه؟ بيران كل حاجه على السناب شوت فيرجن اللي هو 1.3 الانكريمنتد فيرجن، عشان يتاكد ان كمان الانكريمنتد فيرجن سليم، مش فقط الريليز فيرجن سليم، لا الريليز والانكريمنتد فيرجن، ان المافن ريليز بلجن ما عملتش اي خطا في الريليز بروسيس. ولو التو بروسيسز البروسيسز خلصوا او البروسيسز بايه بيسكسس كل الايه البيلد الريليز بروسيس. طيب تعال نروح فين؟ احنا شفنا في اللوكال ان بقى 1.3، تعال نروح في الباكجز ونشوف الباكج الجديده والريليز باكج. تعال نفتح ندوس على باكجز. هو ده فتح في الريليز باكج. لو حد مش انا عملت ريفريش بس اهو. طيب هنا على الباكجز ممكن اروح الريليز برضه يعني هنشوف كله. اوكي طب هي كانت داش سناب شوت صح؟ اتحولت لريليز وقال لك ان ده اللاست فيرجن، ما بقاش فين ده سناب شوت والكلام ده اهو. طيب لو احنا برضه هنا على ال 1.3 سناب شوت الريليز الريليزز اوكي هنلاقي ان هي بقى عندنا ال سكالا ستارتر بيرنت داش 1.2 ده الريليز، وعندنا التاج اللي احنا شرحنا ان هو ده هيحصل من بالظبط. طيب احنا كده المفروض شرحنا السايكل بتاعت الريليز استراتيجي. تمام. ممكن تكاب يا احمد اللي عملناه النهارده. طيب طيب احنا كريتنا المفروض الجيت هاب ريبو اللي احنا هنشتغل عليها، عملنا البيرسونال توكن وظبطنا السيتنج دوت اكس ام ال بالسيرفرات وبالريبوزيتوريز اللي احنا شغالين عليها. برضه من ضمن حاجات عملناها كريتنا الاس سي ام وقلنا ايه هو الاس سي ام وفائدته ايه، وبعد كده كريتنا ديستريبيوشن مانجمنت، وبعد كده جربنا ان احنا ديبلوي وقلنا ديبلوي
هو بياخد ال artifact يعمل له deploy على ال remote server. وده الفرق بين deploy و install. install بتاخدها على local وال deploy يوديها على remote. وقلنا قلنا شرحنا release وشرحنا بالتفصيل. طيب عليكم assignment. assignment مهم جدا. احنا عملنا release وال deploy strategy على ال parent project, ما عملناهوش على ال child project. الاسايمنت انك انتوا تعملوا نفس الخطوات اللي احنا عملناها على التشايلد بروجكت وتتاكد ان كل حاجه شغاله بيرفكت. تمام كده؟ تمام. نشوفكم بخير. وملحوظ ملحوظتين اخير يعني اخرتين ملحوظتين. ان احنا رقم واحد كل الكود اللي حاطينه هنا هيبقى موجود, يعني الفيرجن بتاعه على جيت هاب دي, احنا في فيرجن بعدها هننزلها بعد ما اخلص دي الليتست, فهتشوف هي اخر ليتست كود. حاجة تانية ان احنا يبقى عندنا هنعمل ويب بيج جواها كل الكود اصلا, والستيبس دي والبرزنتيشن دي يبقى كلها موجودة في ويب بيج, شوفوها وتابعوها بارت باي بارت. ولو عندك اي سؤال اسألوه. اخر حاجة الحلقة الجاية هنشرح فيها ايه بقى؟ الجيت هاب اكشن سيتنج اب سي اي سي دي, عشان بدل ما الخطوات دي بتعملها لوكال انت بس تبوش وكل البيلد تحصل على جيت هاب اكشنز او اي سي اي سي دي بروسيس عندنا. نشوفكم بخير. السلام عليكم. السلام عليكم.